السلام عليكم، انا الغوتشي حسن من عيدي، وجيت في البلديه عيدي 18 شهر 3 1985. فالهدف ديالي كنت يعني باش الانسان يبني شويه المستقبل ديالو ويقلب على الخدمه، لان هنا هذه البلاد هذه صعيبه. وزيادة على هذا الشيء يعني كنت كنقرا في المغرب، ولكن ما حصلتش على الوثائق ديالي شنو هي يعني الهواية ديالي، لان كانوا كاع الاصدقاء ديالي كل واحد فين كان متخصص في شي شعبه. بالنسبه لي انا كنت كيعجبني داك الشيء ديال التاريخ، الجغرافيا، يعني التقاليد، العادات، هادو هما اللي كانوا كيعجبوني. فمنين جيت لهنايا في ذاك العام ديال 85 خدمت في هذيك الشركه، والحمد لله لحد الان هذه 31 عام وانا باقي خدام فيها. المهنه ديالي لحد الان دابا هاد 10 سنين التاليه كندير يعني بالعربيه نقولها بالهولنديه كونترولور، يعني كان السلعه كامله اللي كدوز كنتكلف فيها انا. الحمد لله حققت بزاف ديال الحوايج، لان كنت في حزب العمل، هذا هو الاسباب اللي جعني باش يجي الصديق ايوب كوهان اللي زارنا وكان سبق لي شتو، لان السياسه حتى هي كتلعب دور شويه في المجتمع وخاصه بالمجتمع ديال الجاليه المغربيه. النقطه الثانيه من ناحيه الخدمه، كنت كعضو في المجلس ديال اضفي سرات، يعني المستشارين في بلديه ايدي 8 سنين، 4 سنين الاولى و 8 سنين الثانيه. العام ديال 2014 كانت عندي واحد الفكره باش يتكتب واحد الكتاب على هاد الناس اللي جاوا هنايا مساكن في السنين، وكيفاش جات الحاله ديالهم، لان مع انا في البلديه معروف وكنقرا بعض الجرائد وهذا، لان كيعجبني ربما ملي كنسمع شي حاجه خاصه الا كانت على الجاليه المغربيه. فكرت باش نكتب واحد الكتاب، ذاك الكتاب علاش؟ باش يبقى تاريخ لجدودنا والاجيال ديالنا. ذاك الكتاب الحمد لله من ناحيه البلديه سلموا لي، وهما اللي غادي يتكلفوا بالمصاريف ديالو. اشنو غادي ندير؟ غادي نمشي لعند الناس اللي كانوا في السن ديال الستينات، هذا هو الهدف. ملي بقيت كنهضر معاهم وكنحسب كنكتب ذاك القطع، يعني ديك القطعات ديالهم هما، وكنحسب كنلقى 64 65 بقيت 50 عام. قلت سبحان الله 50 عام نصف قرن، وهاد نصف قرن هاد الناس عمرهم يعني ما كانوا يعرفون ملهينا الا مسائل اخرى، حفلات ولا شي حاجه، ولكن للتاريخ والحاله ديالنا ما كناش كنفكروا فيها. اولا شكرا للام ار او بالضبط، شكرا للوجود ديالكم هنا في ايدا. هذه المناسبة صراحة نهار كبير بأن نهديو الناس الآباء ديالنا اللي هذه مدة 50 سنة هم عايشين هنا في إيدا، وهذا الحفل تكريم لهم عبار أو الوجود ديالهم والحضور ديالهم واللي ساهموا في المجتمع الهولندي، وخصوصا الأبناء العائلة المغربية اللي تكونت هنا المدة ديال 50 سنة، وهذا تعبير من الشكر لهم. صراحة هذه الفرصة واللي تهدت لهم بكلمات من الامباسادور، من القنصل العام، من العمدة، كل واحد بواحد الكلمة للشكر العمل ديالهم والوجود ديالهم. وهذا هو الصراحة اللي تنشوف الشعور ديال الإخوة، حسوا بأن حتى هما محسوبين وقاموا بواحد الدور مهم. اسم ديالي الحمداوي حمادي، من المغرب، جنسية مغربية، مدينة الدريوش. عام 1966 دخلت هولندا في أبريل، دخلت هنا لهولندا مدينة إيدي. من إيدي من ذاك العام وأنا هنا خدام في إيدي، باقي عاد في إيدي ساكن. شحال دابا جيب الكلام؟
كانوا يحطوا الضمانه احنا ما حطيناش. المهم تما 66 65 دخلت لهولندا، 65 جيت دخلت هنايا هنا الايدي 66، كنا في 65 في الفابريكا واني كنروح لمدينه اخرى الايدي على دورن. مشينا فكانسي ولينا شدنا مول شي سكنه هنايا، انا الاول في المغاربه هنا عيد بالله قلت انا، ولقينا اربعه الناس هنا وجوج ماتوا وجوج عاود ما راهمش هنايا. المهم 66 بقينا هنا خدامين، بقاو كيجيو الناس كانوا يحطوا الضمانه 500 ايرو خلدا، احنا ما حطيناش. اللي جا مورانا بشي شهرين بقاو يحطوا الضمانه. انا جيت عام 1966 جيت هنا لهذه المدينه ديال ايدي، دخلتها النهار 2/8/66 قمصيت الخدمه في الفابريكا ديال البلاستيك. من تما وانا كنكافح على اولادي، كنكافح حتى على بلادي على الوطن ديالي. من تما كنخدموا كل عام، كنمشيو فاكانسي للمغرب، كنمشيو عطله وكنشوفوا ولادنا وكنعاونوا خوتنا، كنعاونوا الاهل ديالنا والفاميليا ديالنا. على كل حال كنشكر الجاريه المغربيه هنايا في هذه المدينه ديال ايدي. الناس اللي كانوا ساكنين بيسيون وكانوا عايشين واحد العيشه يعني لا لوريت لها، يعني الحمد لله يعني احنا على هذه الساعه هذه وصلنا لهذا الشرف هذه، وانا ساكن في هالمدينه يعني 38 سنه يعني الحمد لله، وبالشرف ديالنا وانا عندي الحمد لله يعني مستقر ويعني الحمد لله نشكر الله ونعمة الله ومعي الاسره ديالي. احنا اكبر جاليه مغربيه هنايا في المدينه هذه. معكم خالد قلزيم، انا القنصل الجديد منذ شهر نوفمبر الماضي، قنصل جديد بدينبوس. فهذه المبادره هذه مبادره طيبه، مبادره منظمه من طرف المجتمع المدني بمدينه ايدي لفائده المغاربه المقيمين بهذه المدينه منذ اكثر من 50 سنه. وهذه المبادره هذه تكريم وتشريف للمواطنين المغاربه المقيمين في هذا البلد، واعتراف منهم بالخدمات الجليله اللي اسدوها لهذا البلد وبالطبع لبلدهم المغرب. فهذا التكريم هذا كنحتفلوا بهم وكنحتفلوا بالمجهودات اللي قاموا بها خلال اكثر من 50 سنه. يعني 17 الشخص 17 المغربي كنفتخروا بهم، وما الحضور ديالي هنا والحضور ديال سعاده السفير صاحب الجلاله وحضور ديال العمده ديال المدينه الا تكريم وتشريف لهذه الفئه من المواطنين. بعد نصف قرن من العمل الجاد والمواطنه الصالحه والمسؤوله، الجمعيه جمعيه السلام كتشرف باش تمنح هذه الشهاده للسي مبارك حمدان تكريما له، المزاد بتاريخ 38 كذلك تكريما له وعرفانا لما قدمه من خدمات جليله لمصلحه الجاليه المغربيه ولسلوكه الطيب كمواطن صالح في مدينه ايدي خلال 50 سنه نصف قرن. مبروك.